أصحابي، عيلتي. أول مرة ألبس لبس الباليه، أول مرة عرفت إني هطلع الأوبرا، أول مرة أعمل بيروات من غير لما أدوخ. احنا سألنا كل واحدة عن معنى السعادة بالنسبة لها، وكانت إجاباتهم مختلفة، لكن المشترك ما بينهم إن كلهم لقوا السعادة في البداية. مستنيينكم يوم 13/7 في الأوبرا الساعة 1 The Joy Express علشان تشوفوا كل واحدة عبرت عن معنى السعادة إزاي.